الأصل الثالث السؤال الثالث الذي تسأل عنه في قبرك. 在坟坑当中被问到的第三个问题. من نبيك؟ 谁是你的先知؟ تقول هو محمد عليه الصلاة والسلام. 应当回答穆罕默德（圣父）。 ابن عبد الله أبوه. 他的父亲叫阿卜杜拉。 نعم ابن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. 他的爷爷是 عبد المطلب. ابن هاشم. 在上面就是 هاشم. وهاشم من قريش. هاشم 是古莱氏族. وقريش من العرب. 古莱氏族是阿拉伯人. العرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. 阿拉伯人他们都是伊布拉欣的后代. نعم. لا فرق بين العرب والعجم إلا بالتقوى. 但是阿拉伯人和非阿拉伯人他们的等级区别没有等级区别，只出是敬畏. الجنة لا يدخلها العرب فقط. 乐园并不是阿拉伯人才能进入. كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة عربي أو غير عربي. 所有那个归信伊斯兰的人，无论是阿拉伯人还是非阿拉伯人，他们都会进入乐园. لكن نحن لا يمكن أن نفرق بين العربي والعجمي. إذا أسلم هذا مسلم وهذا مسلم. 我们伊斯兰不能有民族主义，不能区分阿拉伯人和非阿拉伯人的区别的民族主义. لا بد أن العرب لا يسب غير العرب، وغير العرب لا يسب العرب، لأن منهم النبي صلى الله عليه وسلم. 阿拉伯人不允许骂非阿拉伯人，非阿拉伯人也不允许骂阿拉伯人. 所有的信使都是追随使者的. النبي صلى الله عليه وسلم له 63 سنة. مات وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة. 我们的先知穆罕默德他的有生之年是63. 40 قبل النبوة. 40年是在受启示之前是40年. و23 نبيا ورسولا. 23年作为先知和使者的身份. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق أول سورة العلق. 第一个降世给我们的使者的第一段古兰经就是胚胎章阿莱 سورة العلق. ولد عليه الصلاة والسلام بمكة. 我们的使者صلى الله عليه وسلم出生在麦加. وبعث في مكة. 他被派遣在麦加. وأول ما نزل عليه القرآن في مكة. 首先接受启示古兰经是在麦加. صلى 3 سنين بمكة. 头三年. ثم هاجر من مكة إلى المدينة. 头13年在麦加，然后迁徙到麦地那. وظل بها عليه الصلاة والسلام 10 سنين. 在麦地那10年. ثم مات عليه الصلاة والسلام. 然后归真. ودفن بالمدينة. 被埋葬在. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يموت كما يموت الناس. 我们的先知穆罕默德（圣父）他要死亡和其他人也要死亡，都一样. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس. 我们的使者穆罕默德（圣父）被派遣宣教，为世人宣教，与为精灵以及为精灵宣教. العرب وغير العرب. 不但要为阿拉伯人宣教，也要为非阿拉伯人宣教. إلى ماذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ 如何宣教？ يدعو لتوحيد الله، إفراد الله سبحانه وتعالى. 宣传崇拜独一的阿拉. وينهى ويحذر من الشرك. 要警告世人要远离举办. يدعو لمكارم الأخلاق. 要宣告宣教世人要有美好的品格. وينهى عن مساوئ الأخلاق. 要消除不好的品格. أكمل الله به هذا الدين، هذا الدين كمل، لا يستطيع أحد أن يبتدع في دين الله شيئا. 伊斯兰的宗教是完美的宗教. لا بد أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. 我们必须要遵循先知的道路. نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به. 我们服从先知对我们所有的命令. ونصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به. 我们相信先知传达给我们的所有的消息. نجتنب كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. 我们杜绝所有阿拉的使者所禁止我们的. لا نأتي بعبادة إلا بالعبادة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا نبتدع. 我们做公修只是追随使者的公修那样做公修，不出任何异端. 那。